لو الحكاية فيها إن فيتو من 2008-2011 كانت البداية رفعتها دي قبل كده كان حد راضي يرفع قضية والتجأت للناس اللي هي في مجلس الشعب أشوفهم بيخبطوا الترابيزات وفي الإزاز فاعلين زوغوا مش هقول أسماء لأنه في أسماء يعني أعتز بيها وساعدوه مع حدود صباحي يعني اللي ما اعتزش بيه يعني باقيين اعتز بيهم يعني. رفعتها في 2011 شهر 8/2011 في محكمة قضاء إدارة الإسماعيلية يعني الجهة المختصة عشان هو المختصة تداولة. في سؤال بس بس خلينا نوصل لحته الحكم ونشوف الحكم في تاريخ بس فكره المحكمه دي فهمت حضرتك يعني حضرتك طبعا ليك صد قدرة الجيش اكيد دلوقتي يعني سواء السابقين او دلوقتي قدرة كبيرة اليوم الاقتصاد بداية القرار السياسي في البلد او قرار الدولة قرار النظام حضرتك ليه ما نعطيهمش الصورة دي الصورة دي كلها هم يتصرفوا بما ان الجيش يعني هو اللي اولا انا صعب عليا اطرخ اي باب يعني سني ومكانتي في وسط يعني في ناس فيهم ما حضرتنيش اصلا في الجيش يعني ف اللي بس انا بوصل هذا الكلام يعني او قعدت مع ناس اكلمه يقول لك لا ويستغرب وبتاع فالاخر بتنتهي لايه حتى لو رئيس جمهوريه اللي بيسال الاثار او بيسال الجهات والبيئه والتاني يقول فلان مفيش حاجه ده الجدع بيخرف يقول اي كلام هيقول ايه هو مش شايلين نفسه نعم مش شايلين نفسه مش شايلين ان انا ده حقيقه انا قعدت مع بعض ناس كانوا في المخابرات العامه وقعدت ومسابوها فبنتقابل بقى انا ما ياميها يعني كان ما رضاش اروح يعني بتاع بس بعت له الحاجه وخلاص يعني بساله بيقول لي انا كنت مهتم جدا وبعدت سالنا الاثار وقالوا كذا وكذا تزيد خانات كلام ده يعني نعم الحكم اولا اديني الصفه دي نمره واحد نمره اتنين كل كلامه في الحكم بحث القرار السلبي القرار السلبي يعني معناها ان انا انا على فكره عشان ارفع قضيه رحت عملت خناقه ورحت القسم وقعدت الساعة 2 الظهر لغايه خناقه مع هناك في الضيق لغايه الساعه 12 لما رجعوا يعملوا المحضر انا صرت اتعمل لي محضر عشان اطلع بيه بقضيه وعارف قضيه بايه ف كده ربي جتت يعني لان المحافظ قال لي المحافظ ما كان محمد شوشه لما ده بقى من ولادي في الثقافه يعني فاخدته قلت له بقول له كذا كذا قال لي مش ممكن قلت له تعالى نلف هو مر شاف الكلام ده قبل كده بس ما جاش في باله انه يقول هو كده قال لي عمره كان يجي في بالي ان هي الموضوع كده قال لي شوف انت لو هتكتب لي هسال بتاع الاثار هيرد فله وبتاع البيئه هيقول لي فلتين اعمل لي مشكله عشان احل المشكله عملت مشكله فصلاح قضية المهم الجزء الثاني بحث القرار السلبي كون انه يذكر كلمة القرار السلبي يعني معناها ان انا قلت لهم هم ما نفذوش حكم حكم بحث تغيير المسميات من مسميات عربية الى مسميات أجنبية أبستيمي جبل أبستيمي مين أبستيمي دي؟ دي واحدة كانت في حلب ونضلة زي جندار زي إيه اللي تجيبها هنا وكانت مستخبية هنا؟ دي هناك وفعصوها وانتهى موضوعها ولا إيليا اللي هو إلياس النبي إلياس يعني إنه كان من المرسلين يعني هما بيختلقوا حاجات ويزوروا تاريخ وحواروا جغرافيا علشان خاطر الآخر دي تبقى مسيرة 30 يوم دي بتاعتهم. فالحكم الحقيقة تاريخي واللجنة الثلاثية لذلك ربنا يكرمكم يعني أنا الآخر يعني منتظر اللجنة وقال لك لجنة ثلاثية ما قالش خبير. لجنة ثلاثية يعني معناها مش استئناف. يقطع خط على الاستئناف. لأن لو استأنفوا هيقول لك في تقرير من المجلس الثلاثية فيتحكم فيها مش عايزة لسه وقت.
راجل الناس الموضوع ناس وطنيين قوي يعني. لقائي مع الناس دول نيجي للملخص بقى احنا كده بنحكي وقصص عجيبه والواحد يفتح مره تتغمه طبعا اكيد ومره الواحد يفتح بقه عجبا. لكن انا الاخر ايه انا في حرب بعتبر انا عامل 42 عمليه خلف قطره العدو بعتبرها العمليه 43 يعني ياتي اللي مقتول فيها. كل من حيزي معايا في الخندق يبقى ربنا يكرمه. أنا عايز في وقت لقائي مع التلت اللجنة الثلاثية إن الإعلام يكون له صفة يعني الإعلام مهما أنا طلعت اتكلمت في إعلام مش زي ما أنا كنت بالصفحة بالكامل وأنتوا أحد الجرائد اللي كتب بالصفحة بالكامل على هذا الموضوع. لكن مصطفى الفقي طلع ليه عمود كده مش عارف في جريدة إيه كده كتبها قلب الدنيا مصر اليوم مصر اليوم قلب الدنيا. الناس دي ازاي انتوا كاعلاميين تشدوا وتتكلم ازاي مثلا في 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 ناس اعلاميين بتتكلم انقية الناس تسمع لهم ازاي يطرحوا هذا الكلام يطرحوا هذا الموضوع يوصل لهم ليه عشان لما قابل لجنة الثلاثية تبقى عارفة ان هي الضوء مسلط عليها يعني انا متوقع ان طبعا المفروض تاخد وقت لكن انا هاسعى انها تبقى قريب مش عايز اطلع بره يناير اللي جاي بحس يبقى ساعتها انا بقابلهم يعني الضوء مسلط عليهم. نمره اتنين معلش طولت عليكم لا اهم نقطه في الموضوع ان انا عشان خاطر بحب اتكلم بوراكم الآية بتاعت أينما كنت بالجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من المرسلين فكنت من الشاهدين. إذا ربنا لما بيتكلم عن موسى وهو راح لجبل الطور أينما لما يقول أينما كنت عارف كنت بالغربي يعني إيه بالغربي؟ إنما الجانب الغربي يعني جانب الطور والغربي ده دخل في اتجاهات أصلية. جبل الطور كده بالأربع مسميات بتاعته كل هنا جبال وهنا نعكاشة وهنا 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 المكان الوحيد اللي انت ممكن تعيش فيه سهل الراحة وهنا اتجاه الشمال يبقى ده الغرب. يبقى حضرته كان موسى كان هنا يعني نعم هو نقله ناحية تانية هو ما لا هنا خلاص هو لا احنا هنغتت هنا كل كلامه بعد كده الجانب الايمن. اذا انت لما بتدي هيدي وشه لهنا الجانب الايمن هنا وهنا جبل وهنا وادي طوة كل والعين موسى هما بقى بيقول لك لا وادي طوة هنا ده بقولوش هنا ده انت لما تزنقه يقول لك هنا ما هو حتى عندنا رسمه ايقونه موسى هو بيعلى جزائه لانه في الوادي المقدس طوى والايقونه في الكنيسه الكنيسه الايه التجلي كنيسه التجلي بقى انت رسمتها في القرن ال 17 ولا ال 18 وده اثبات على ان هنا وادي المقدس ده هنا وادي طوى جزمه قديمه مش يعني يعني الكلام هو فتحديد هذا الشيء تحديد هذا الشيء طبعا انا وصلت لغايه قابلت الشيخ احمد طيب وصلت معاه ان هقعد مع الدكتور محيي اللي هو بتاع الفتوى عندهم علشان تفسير الايه ده هو بيفسر قراني مفهوم يعني بيقول له سيدنا محمد يشوف انا بعرفك حاجه ما كانتش على ايامك وما كنت من الشاهدين وكان هو واقف في الجانب الغربي كان ربنا نازل ادي عشان يحافظ على المكان ده يجي حد في يوم من الايام يصلح الاوضاع دي عارف ان احنا هنستهتر بالمكان ده فيعني يجي حد يصلح المكان تاني يعني. فانا حتى الشيخ احمد طيب قال لي لا اكتب لي الايه اللي انت عايزه واحنا هنديها الفتوى قلت له لا اللي اي واحد شيخ هيفتي بيفتي من جانب الديني لكن انا الجانب الجسدي او الواقعي
يعني الجانب الغربي يعني منها اتجاهات اصليه يعني منها هنا الغرب يعني هنا الجانب الايمن هنا اذا المقدس طوى هنا اذا الشجر المبارك هنا اذا ال 12 عين هنا في